عند إسناد الفعل الناقص المنتهي بألف إلى واو الجماعة وحذف حرف العلة الألف، يخطئ بعضهم بضم ما قبل الألف المحذوفة وحقه الفتح، مثل عان الأمرين بضم النون. وصحيح القول عانوا الأمرين بفتح النون، للدلالة على الألف المحذوفة في الفعل الناقص عانى، لأن الفتحة من جنس الألف. ومثل ذلك قولهم قاسوا شظف العيش، وصحيح القول قاسوا شظف العيش بفتح ما قبل الألف المحذوفة للفعل قاسا. ويتكرر الخطأ نفسه بقولهم ابقوا معنا، وصحيح القول ابقوا معنا بفتح ما قبل الألف المحذوفة للفعل يبقى. ومثل ذلك أيضاً قولهم لن يتخلوا عن مواقفهم، وصحيح القول لن يتخلوا بفتح ما قبل الألف المحذوفة للفعل يتخلى.